تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد خلال فترة من 27 حتى سبتمبر حتى يوم 3 أكتوبر القادم بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك. كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد للسوبر جلوب عن تأجيل حفل افتتاح 24 ساعة ليقام السبت 28 من نفس الشهر بسبب السوبر الإفريقي لكرة القدم طبعا يوم الجمعة اللي جاية زي ما عارفين في 9 مساء. والمقارنة يبدأ الأهلي والزمالك مباريات المونديال حيث يلتقي الأهلي مع جامعة سيدني والزمالك مع بطل البرازيل. وأسفرت كمان القرعة كأس العالم لكرة اليد اللي شارك فيها زي ما احنا عارفين شارك فيه سحبها أحمد الأحمر نجم نادي الزمالك السابق وإبراهيم كمان المصري نجم الأهلي كانت في أغسطس الماضي عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة. وجاءت القرعة كالتالي: في المجموعة الأولى الزمالك وفيسبرم المجري وتاوباتي البرازيلي، المجموعة الثانية الأهلي جامعة سيدني الأسترالي برشلونة الإسباني، والمجموعة الثالثة الخليج السعودي ماجدي بورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي.